أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. مجلة بوليتيكو تكتب: الشهر المقبل قد يشهد اجتماعا بين مسؤولي الزراعة الصينيين والأمريكيين بعد انسحاب موسكو من صفقة الحبوب. في وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة ترسل مزيدا من السفن الحربية ومشاة البحرية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران. وكالة بلومبرغ تقول: الصين تستعد للوباء القادم بمنشآت طوارئ في المدن الكبرى. وجهت الولايات المتحدة دعوة إلى الصين وروسيا لحضور الاجتماع الوزاري للأمن الغذائي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ والمقرر عقده في واشنطن مطلع أغسطس، وسط توقعات بتطرقه إلى تداعيات انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب. مجلة بوليتيكو تناولت الموضوع تحت عنوان: يمكن لمسؤولي الزراعة الصينيين والأمريكيين الاجتماع وجها لوجه الشهر المقبل. قالت المجلة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهت الدعوة لوزير الزراعة الصيني لحضور الاجتماع، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون فرصة لعقد مباحثات مباشرة لمناقشة تداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. أشارت المجلة إلى أن واشنطن وجهت الدعوة أيضاً إلى موسكو لحضور الاجتماع باعتبارها عضواً في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أباك. وتوقعت المجلة أن يكون قرار انسحاب روسيا من المبادرة على رأس جدول اجتماع الاقتصادات الكبرى في آسيا وأمريكا الشمالية. ووفق ما نقلته المجلة عن مسؤول أمريكي، فإن مسؤولين من الأمم المتحدة وتركيا يعملون لمحاولة إحياء الاتفاق في وقت يسارع المسؤولون الأمريكيون والغربيون للتوصل إلى طرق جديدة لزيادة صادرات الحبوب والسلع الرئيسية الأخرى من أوكرانيا. وبحسب المجلة يأمل المسؤولون الغربيون في أن تتمكن بكين بوصفها حليفاً رئيسياً لموسكو من إقناع الكرملين بالانضمام مجدداً إلى الاتفاق باعتبار الصين الوجهة الرئيسية لشحنات الحبوب القادمة من أوكرانيا بموجب هذا الاتفاق. بعد انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، تسعى روسيا إلى إمداد قارة إفريقيا بالحبوب عن طريق خطة بديلة في محاولة منها لتشديد حصارها الاقتصادي على أوكرانيا. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: روسيا تدفع بخطة لتزويد إفريقيا بالحبوب بعيداً عن أوكرانيا. قالت الصحيفة وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر إن روسيا تدفع بخطة لتزويد إفريقيا بالحبوب وعزل كييف عن السوق العالمية بعد انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا والذي توسطت فيه الأمم المتحدة. ذكرت مصادر للصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مبادرة بديلة تدفع قطر بموجبها لموسكو مقابل شحن الحبوب الروسية إلى تركيا، والتي ستوزع بعد ذلك الحبوب على البلدان المحتاجة. لكن المصادر أكدت أن كل من قطر وتركيا رفضتا هذه الفكرة التي لم ترفعها موسكو إلى مستوى رسمي بعد. وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون كييف وداعموها الغربيون متشككين بشدة في عرض روسيا، والذي من شأنه أن يعزز بشكل فعال حصار موسكو البحري لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والتي تعد شريان حياة اقتصادي حيوي للبلاد. قالت المصادر إن روسيا طرحت فكرة توريد الحبوب إلى أفريقيا لأول مرة خلال العام الماضي، وبموجب هذا العرض كان من المقرر أن ترسل روسيا ما يصل إلى 1,000,000 طن من الحبوب إلى تركيا على أن تدفع قطر الفاتورة بالكامل ويتم توريد الحبوب إلى تركيا لشحنها إلى أفريقيا. لمناقشة ما جاء في بوليتيكو والفاينانشال تايمز ينضم إلينا من باريس هلال العبيدي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة الغد. سيد هلال، بداية يعني ما إمكانية الموافقة وتطبيق خطة روسيا البديلة لإيصال الحبوب إلى أفريقيا؟
نعم، تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. نعتقد أن هذه الخطة ستجد يعني صدى لدى الدول المعنية بهذا الأمر. يعني اليوم روسيا تحاول أن تفرض شروطها، وإحدى هذه الشروط هو عودة البنك الزراعي الروسي إلى يعني وإلى نظام سويفت، نظام الحوالات المالية، وتمكينه من ممارسة دوره في تصدير الحبوب الروسية، لأن روسيا تعتبر نفسها أنها لم تستفاد من اتفاق الحبوب هذا، وأن العالم فعلا يعني اكتفى بالحبوب الأوكرانية. لأن اليوم ما تطرحه روسيا هو تهديد ل 362 مليون نسمة في 69 دولة تحتاج إلى الدعم الغذائي وتحتاج إلى هذه الحبوب، وهناك مجاعة ستضرب هذه الدول مع ارتفاع سعر الحبوب تقريبا 20% في السوق العالمية. لذلك اليوم روسيا تريد أن تفرض نفسها، وهي على فكرة تستخدم الملف الإنساني وملف الحبوب وملف المساعدات الإنسانية في فرض سياساتها العدوانية على بقية دول العالم. يعني مثلا استخدمت حق النقض الفيتو قبل تقريبا أسبوعين على البرنامج المساعدات الغذائية الذي يقدم للسوريين في شمال غرب سوريا، واستطاعت أن تمنع هذا البرنامج من الوقوف. لذلك روسيا اليوم تحاول الاستفادة وتمرير مخططاتها عبر تهديد السفن. هي لم تنسحب من الاتفاق فقط، بل ضربت ميناء أوديسيا وهددت كل السفن في البحر الأسود. وهنا نعود إلى ضرورة إيجاد حل بديل يرضي الطرفين بطبيعة الحال. ودعني أعود معك إلى ما أوردته مجلة بوليتيكو اليوم عن دعوة الولايات المتحدة للصين وروسيا للاجتماع حول الأمن الغذائي. ما المتوقع من هذه الدعوة في حال تمت؟ يعني الأمم المتحدة ستضع الصين، مندوبي الصين وروسيا، أمام الوقائع والحقائق والأرقام. ستقول لهم أننا في حاجة إلى تصدير وفتح الموانئ الأوكرانية، كذلك تصدير القمح والحبوب الروسية من ميناء البحر الأسود عبر آلية الاتفاق الثلاثي الذي تم بين روسيا والأمم المتحدة وأيضا تركيا. لذلك أعتقد أنه إذا لم تقدم الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بعض التنازلات إلى روسيا من خلال إعادة ربط نظام سويفت بالبنك الزراعي الروسي وبعض الشروط الأخرى، أعتقد أن من الممكن يعني في حالة وجود توافق حول هذه التنازلات أن تعود روسيا إلى الاتفاق بتصدير الحبوب. أما طرح خطة بديلة روسية في قضية الحبوب فلا أعتقد أن بقية دول العالم ستوافق عليها، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. طيب. يعني مع العلم أن هناك محاولات حقيقة من قبل أوروبا لإيجاد منافذ أخرى للحبوب الأوكرانية لا تمر بالبحر الأسود. طيب، هل تلعب الصين دورا في عودة روسيا إلى الاتفاق، خاصة أنها مستفيدة أيضا من الحبوب الأوكرانية؟ فعلا يعني الصين من الدول التي استفادت من الحبوب الأوكرانية طوال فترة الاتفاق منذ 17 تموز 2022 حتى 17 تموز 2023، وكانت لها حصة كبيرة من هذه الحبوب. أعتقد أن الصين أيضا ستتضرر. يعني اليوم الصين وضعت خطة شاملة يعني لبديلة لقضية الغذاء في الصين. لا ننسى أن أكثر من مليار شخص صيني يعني محتاجين إلى الغذاء، وهذه الحبوب تشكل عامل أساسي يومي في حياة المواطن الصيني. لذلك أعتقد أن الصين معنية بالأمر مثل بقية دول العالم حقيقة. لذلك أعتقد أن الصين ستمارس نوع من الضغوط أيضا على موسكو من أجل يعني العودة إلى اتفاق الحبوب، ومن أجل خفض سعر الحبوب في السوق العالمي الذي ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب هذا الانسحاب. لذلك وجود الصين لها ثقل، وهي عضو دائم في مجلس الأمن. أعتقد أنه ستمارس الصين دورها خصوصا في مسألة تتعلق بأمن الغذاء العالمي. طيب، أمريكا دعت روسيا أيضا للمشاركة في هذا الاجتماع، إلى أي مدى يمكن فعلا أن يكون لها دور فعال بالضغط على موسكو؟
أكيد. يعني اليوم المواجهة أو الكشف الحقائق والجلوس إلى طاولة المفاوضات هو أفضل طريق للوصول إلى نتائج حتمية، وليس إرسال الرسائل عبر الإعلام أو عبر مندوبين أو عبر مراسلين. لذلك أعتقد أنه المواجهة يعني الجلوس الأمريكان مع الصين مع الروس في طاولة واحدة في بإشراف الأمم المتحدة سيكون له دور فاعل أيضا في التوصل إلى نتائج ملموسة حقيقة. طيب سيد هلال، على صعيد آخر، الضغط الذي تمارسه روسيا في البحر الأسود هل يمكن أن يؤدي إلى تغير الموقف الغربي والموافقة والعودة وأعطاء روسيا الشروط التي تطالب بها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب؟ يعني يبقى هو ضغط، يعني تهديد حقيقة، وهي سياسة، يعني سياسة يرفضها المجتمع الدولي، سياسة البلطجة والتهديد بقطع الحبوب عن العالم وارتفاع الأسعار. يعني هناك ملايين من الأشخاص في أفريقيا، طبعا هناك وجهة نظر أن روسيا تتحجج بأفريقيا، ولكن في نفس الوقت هي تمنع هذه الحبوب من الوصول الأوكرانية، هذه الحبوب من الوصول إلى بعض الدول المستفيدة حقيقة من برنامج الغذاء العالمي. يعني لا ننسى أن أوكرانيا خلال العام الماضي زودت برنامج الغذاء العالمي ب 60% من احتياجاته من هذه الحبوب. لذلك أعتقد أنه يعني روسيا ستحاول الاستفادة القصوى من هذه الشروط التي وضعتها. وهناك أيضا الجانب من المجتمع الدولي بالتنازل، من الممكن أن نرى أن البنك الزراعي الروسي يعود إلى نظام سويفت، ومن الممكن أنه ستحصل حقيقة مواجهة في هذا الأمر. أشكرك من باريس هلال العبيدي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. Financial Times: للمرة الأولى منذ 8 سنوات تجاوز معدل التضخم في اليابان أسعار أو ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وتقول الصحيفة أن التضخم في اليابان ارتفع إلى 3.3% في شهر يونيو، ما يؤكد أن الاقتصاد الأسيوي الأكثر تقدماً لم يعد بعيداً عن التضخم العالمي. في الواشنطن بوست نقرأ: أمستردام تصوت لحظر السفن السياحية. وفقاً للصحيفة فإن حزب الديمقراطيين السياسي 66 في هولندا قال إن اقتراحه بمنع السفن السياحية من أن ترسو في ميناء المدينة تم تبنيه من قبل الأغلبية العظمى بمجلس المدينة بهدف معالجة المخاوف بشأن تلوث الهواء. وول ستريت جورنال تكتب: روسيا تعتقل الناقد اليميني المتشدد إيغور جيركين في إطار حملة قمعها المتزايد. ووفقاً للصحيفة فإن محققين روس ألقوا القبض على إيغور، وهو منتقد يميني بارز للرئيس فلاديمير بوتين وسط حملة واسعة لمناهضي بوتين بسبب فشله في مواصلة حربه في أوكرانيا بقوة كافية. قال الجيش الأمريكي إنه أرسل سفنا حربية ومشاة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط في محاولة لردع إيران عن الاستيلاء على مزيد من السفن في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: الولايات المتحدة ترسل المزيد من السفن الحربية ومشاة البحرية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران. ووفقاً لما أوردته الصحيفة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي أمر بإرسال القوات الجديدة إلى المنطقة بعد أن أحبطت البحرية الأمريكية محاولات إيرانية منفصلة للاستيلاء على ناقلتي نفط في المياه الدولية في خليج عمان في خلال وقت سابق من هذا الشهر. بحسب الصحيفة، كان حلفاء الشرق الأوسط يضغطون على الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد لمواجهة إيران التي استولت مؤخراً على ناقلتين، أحدهما تحمل النفط الخام الكويتي إلى مدينة هيوستن الأمريكية لصالح شركة شيفرون. أفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة أرسلت سلسلة من القوات إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية لثني القوات العسكرية الإيرانية
عن تعطيل السفن التجارية التي تتحرك عبر المنطقة، لكن الصحيفة أكدت أنه حتى مع التحركات الجديدة سيكون الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط أصغر بكثير من القوات المنتشرة أثناء الحروب في العراق وأفغانستان، لأن البنتاغون سعى في السنوات الأخيرة إلى تحويل تركيزه الاستراتيجي نحو الصين وروسيا. الصفحة الأولى مستمرة معكم من الغد وفيها بعد الفاصل. في التايمز نقرأ: في سباق مستقبل الذكاء الاصطناعي لا أحد يريد أن يتخلف عن الركب. أهلا بكم من جديد. تسعى الصين إلى تكثيف استعداداتها لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية من خلال بناء مرافق ترفيهية يمكن استخدامها للحجر الصحي أثناء أي وباء محتمل. وكالة بلومبرغ تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: الصين تستعد للوباء القادم بمنشآت طوارئ في المدن الكبرى. قالت الوكالة إن الحكومة الصينية أمرت المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، وذلك بعد أشهر من إعلان البلاد التخلي عن قيود فرضتها خلال جائحة كوفيد-19. أوضحت بلومبرغ أن تلك المنشآت الاستجمامية سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات. بحسب الوكالة، وصف مسؤول صيني بارز هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازناً بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة. أفادت الوكالة أن الحكومة الصينية تسعى إلى جمع رأس مال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، حيث تأتي الخطوة في أعقاب تعهد بكين مؤخراً بإعادة بناء القطاع الخاص المنهار وبعد خطوات محدودة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف. شهدت السنوات الماضية تطورات تكنولوجية متسارعة اصطحبت معها تصاعد حدة المنافسة بين الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، حيث سعت هذه الشركات إلى تطوير مسارات جديدة لأنشطتها، وخاصة مع التوسع في أفاق الذكاء الاصطناعي. صحيفة التايمز تناولت الموضوع تحت عنوان: في سباق مستقبل الذكاء الاصطناعي لا أحد يريد أن يتخلف عن الركب. قالت الصحيفة إنه منذ اللحظة التي أصبح فيها ساتيا ناديلا رئيساً تنفيذياً لشركة مايكروسوفت ركز في حديثه عن الذكاء الاصطناعي، وفي يومه الأول في منصبه توقع في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في تشكيل المستقبل القريب. أكدت الصحيفة أن توقعات ناديلا صدقت، وأن بورصة وول ستريت جورنال أو وول ستريت الآن تشهد رواج أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت اسم شركات التكنولوجيا الكبرى انتعاشاً غير عادي، فيما يتدافع المستثمرون لدعم اللاعبين الرئيسيين في المجال، كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 45% منذ مطلع العام. تقول الصحيفة إنه بينما كان سباق الذكاء الاصطناعي يجري منذ سنوات، تكثف الاهتمام الأوسع بالذكاء الاصطناعي الذي يستخدم الأسئلة لإنشاء الصور والنصوص ومقاطع الفيديو في نوفمبر، عندما أطلقت شركة OpenAI برنامج الدردشة تشات جي بي تي. أوضحت الصحيفة أن هذا النجاح استحوذ على اهتمام كبير لقدرته على تقديم إجابات مفصلة للأسئلة بسرعة، واجتذب عشرات الملايين من المستخدمين في غضون أسابيع، ودفع العديد من الشركات إلى محاولة اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى.
عودة مرة أخرى ومتابعة لأبرز ما اهتمت به الصحف العالمية. في التلغراف، جو بايدن يختار أول امرأة في تاريخ البلاد لتكون ضابطة في البحرية. تقول الصحيفة إن الرئيس جو بايدن رشح الأدميرال ليزا فرانش تي لقيادة سلاح البحرية الأمريكية في خطوة مفاجئة وتاريخية، مضيفة أن القرار الذي جاء مخالفاً لتوصية رئيس البنتاغون سيجعل فرانش تي أول امرأة في هيئة الأركان المشتركة. فاينانشال تايمز تكتب: شركات التكنولوجيا تتعهد بالسلامة والشفافية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وفقاً للصحيفة، فإن شركات مثل جوجل وأوبن أي آي وأمازون ومايكروسوفت التزمت علناً خلال اجتماع بالبيت الأبيض بالمساعدة في التحرك نحو تطوير أمن وشفافية لتكنولوجيا الذكاء الصناعي. وول ستريت جورنال: ثريدز يفقد جاذبيته بين المستخدمين، ما يضيف إلحاحاً لميزات جديدة. وفقاً للصحيفة، فإن تفاعل المستخدمين للتطبيق استمر في الانخفاض بنسبة 70% تقريباً بعد ارتفاع أولي في عدد المشتركين في الأسبوع الأول من انطلاقه، ما وضع ضغطاً على شركة ميتا لإطلاق ميزات جديدة للتطبيق الناشئ. الغارديان تقول: ضباب الدماغ لفيروس كوفيد طويل الأمد يمكن مقارنته بالتقدم في العمر. ووفقاً للصحيفة، فإن دراسة لباحثين بجامعة كينغز كوليدج لندن وجدت أن ما يسمى بأعراض ضباب الدماغ المرتبطة بكوفيد طويل الأمد يمكن مقارنتها مع تقدم العمر 10 سنوات. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية ولديهم أكثر من 3 أشهر من الأعراض لديهم ضعف إدراكي أعلى. نظراً لأن موجات الحر التي تحطم الأرقام القياسية أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإن مجموعة من الصناعات تستعد لتغيرات جديدة في الطريقة التي تمارس بها أعمالها. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: كيف يعيد عصر الحرارة الشديدة تشكيل الاقتصادات؟ تقول الصحيفة إن تلة الأكروبوليس وقفت شامخة فوق مدينة أثينا لعدة قرون، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أنحاء جنوب أوروبا هذا الشهر، أصبح أكبر موقع جذب سياحي في اليونان لفترة وجيزة ضحية للحرارة الشديدة. أفادت الصحيفة أن الموجة الحارة ألقت الضوء على مدى ضعف صناعة السياحة الضخمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام موجات الحر التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في أوروبا. أوضحت الصحيفة أن الأثر الاقتصادي لما يحذر الخبراء من أنه قد يكون حقبة جديدة من درجات الحرارة القياسية يتجاوز السياحة، حيث تستعد صناعات مثل البناء وتصنيع والزراعة والنقل والتأمين لتغيير طريقة عملها، حيث تصبح أيام درجات الحرارة المرتفعة أكثر روتينية بسبب تغير المناخ. أوضحت الصحيفة أن العلماء يرون أن الظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك موجات الحر ستصبح أكثر تواتراً وشدة، وأن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحرارة الشديدة تشكل تهديداً اقتصادياً هي أنها تجعل العمل أكثر صعوبة، حيث تسير درجات الحرارة المرتفعة جنباً إلى جنب مع انخفاض الإنتاجية. وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.